صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقليم تارودانت يتفقد أحوال رعاياه الأوفياء بهذه الربوع ويصل الرحم مع ساكنة المنطقة المتعلقة بأهداب العرش العلوي المجيد الوفية والمحبة لسليل الدوحة النبوية الشريفة المجندة وراء رمز هذه الأمة وضامن وحدتها واستمراريتها لربح رهان التنمية والتحديث والتطور. إقليم تارودانت بجهة سوسمة الصدرعة أوراش تنجز وأخرى تعطى انطلاقتها بالاعتماد على سياسة حكيمة رشيدة، سياسة القرب والحكامة الجيدة والمشاركة الفعلية لكافة الفاعلين. ويعد القطاع الفلاحي بإقليم تارودانت من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة أساسية من رافعات التنمية على الصعيدين الجهوي والوطني، قطاع يشهد تحولات كبرى في اتجاه عصرنته وتطويره وجعله أكثر مردودية ومنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. فالمساحات الصالحة للزراعة بالإقليم تتجاوز 175 ألف هكتار، منها 76 ألف هكتار مسقية، ويضم الإقليم 132 تعاونية فلاحية. وقد طلع جلالة الملك حفظه الله بالجماعة الحضرية آيت عزة بإقليم تارودانت على برنامج التجميع لتنمية سلسلة الحوامض بمنطقة السوس الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 1,852,000,000 درهم. برنامج يتضمن 3 مشاريع للتجميع وسيستفيد منه 341 فلاحا على مساحة إجمالية تصل إلى 12,873 هكتارا. ويتضمن البرنامج الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الوطني لتنمية سلسلة الحوامض بجهة سوسمة الصدرعة إحداث 3 وحدات لتلفيف الحوامض و5 وحدات للتبريد وتأطير ودعم وتكوين وتزويد الفلاحين بعوامل الإنتاج. كما اطلع جلالة الملك حفظه الله على مشروع التجميع لسلسلة الحليب بجهة سوسمة الصدرعة الذي سيتطلب غلافا ماليا يصل إلى 1,819,000,000 درهم. ويرتقب أن يضمن المشروع في أفق سنة 2020 الرفع من إنتاج كل بقرة من 4,100 لتر إلى 6,000 لتر في السنة، والرفع كذلك من إنتاج الحليب من 205,000,000 لتر إلى 331,000,000 لتر في السنة، فضلا عن توفير 4,500 منصب شغل. وقد قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالزيارة للتعاونية الفلاحية كوبال للإنتاج النباتي والحيواني، حيث اطلع جلالة حفظه الله على عملية تعبئة وتثمين منتوجات الحليب. وتضم هذه التعاونية التي تأسست سنة 1987 182 منخرطا، منهم 70 تعاونية بالجهة، وتتوفر على محطتين للتلفيف ومستودعات لتبريد البواكر والحوامض بسعة 8,500 طن، ووحدة لعصير الفواكه بسعة 20,000 طن، ووحدة لتحويل الحليب بسعة 800 طن في اليوم، ومستودع لتبريد الحليب ومشتقاته بسعة 6,000 طن، ووحدة لتسمين العجول بطاقة 12,000 رأس، بالإضافة إلى معمل لتركيب الأعلاف بطاقة 90,000 طن سنوياً. وتنتج التعاونية 205,000 طن سنوياً من الحليب و1,000 طن سنوياً من اللحوم، أما إنتاجها من الحوامض فيصل إلى 90,000 طن سنوياً، منها 50,000 طن موجهة للتصدير، فيما يبلغ إنتاجها المسوق من البواكر 150,000 طن سنوياً على مساحة 1,000 هكتار. قطر وخبرات فلاحية مؤهلة وآليات حديثة عصرية متطورة للإنتاج جعلت من هذه التعاونية الفلاحية إحدى أهم التعاونيات الفلاحية على الصعيد الوطني. تعاونية تشتغل وفق معايير دولية تضمن الجودة للمنتوجات وتضمن كذلك الحضور في الأسواق التجارية للمنتوجات الوطنية، وهي بذلك تعد نموذجاً للتعاونيات الناجحة التي طورت سلاسل الإنتاج سواء الخاصة منها بالحليب ومشتقاته
أو الحوامض وفقا لمتطلبات ومعايير تحترم السلامة والجودة في الوقت نفسه. وتستفيد هذه التعاونية من التراكمات الإيجابية للإنتاج الفلاحي بالمنطقة. وتشمل منطقة تدخل التعاونية إقليمي تارودانت وشتوكا إيتباها وعمالة إنزقان إيتملول، وهي من أهم المناطق الفلاحية بجهة سوسمة الصدرعة بل وعلى الصعيد الوطني. وتجسد الزيارة الملكية التفقدية للوحدات الإنتاجية للتعاونية الفلاحية كوباغ الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقطاع الفلاحي وللفلاحين. تحفيزات وتشجيعات كبيرة تمنح للقطاع من أجل عصرنته وجعله في مستوى التطلعات. مبادرات ترتقي بالقطاع الفلاحي إلى مستوى الرهانات التي يتطلبها مغرب القرن 21 من أجل توفير الأمن الغذائي وجعل الفلاحة المغربية أكثر تنافسية. فمخطط المغرب الأخضر الذي وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استراتيجياته وأهدافه وأطلق مشاريعه بكامل جهات المملكة، ومخطط لمغرب صاعد متطور يحقق تنمية سريعة للفلاحة الوطنية. مخطط له انعكاسات سوسيو-اقتصادية مهيكلة ومستدامة، وذلك من خلال موجة جديدة من الاستثمارات الكبيرة في القطاع الفلاحي، مما سيمكن من خلق عدد من مناصب الشغل والتخفيف من حدة الفقر. ويروم المخطط خلق أزيد من مليون مقاولة فلاحية وتوفير استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عن طريق 1500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في التنمية البشرية المستدامة خاصة بالوسط القروي. فمنطقة تارودانت تعتبر خزاناً كبيراً غنياً بالمنتوجات الفلاحية والحيوانية، وبفضل هذه المشاريع الكبرى تمكنت الفلاحة من تحقيق تنافسية للقطاعات ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة حول مشاريع موحدة ومندمجة. قطاع فلاحي يحظى بالأولوية، يشغل على الصعيد الوطني بين 3 و4 ملايين من السكان القرويين، كما أن نحو 100 ألف عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية. وتتوخى مثل هذه المشاريع الكبرى تأهيل القطاع ودعمه بكل الإمكانات والوسائل واعتماد مقاربات تعاقدية لإنجاز المشاريع المسطرة والبرامج الكفيلة بتطوير مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي والحيواني. بالجماعة القروية سيدي دحمان بإقليم تارودان دائما اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على مشروع ذو أهمية كبرى، مشروع تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بجهة سوسمة الصدرعة الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 99 مليون درهم. مشروع يتضمن إحداث حظائر تسع ل 12 ألف رأس من العجول سنويا، وإحداث مجزرة وتجهيز قاعة للتقطيع وتقديم الدعم والتأطير التقني للفلاحين واقتناء المعدات الفلاحية اللازمة. ويسعى هذا المشروع الذي يموله المجمعون بنسبة 82% وصندوق التنمية الفلاحية بنسبة 18% إلى الرفع من إنتاج اللحوم في أفق سنة 2020 من 1000 طن سنويا إلى 2900 طن، ورفع الدخل السنوي لمربي الأبقار من 4800 درهم
إلى 15,000 درهم وتوفير 121 منصب شغل قار. ويعتبر المشروع المستوحى من نموذج التنظيم الرائد الذي يتضمنه مخطط المغرب الأخضر، ألا وهو نموذج التجميع الذي يقوم على تجمع صغار الفلاحين حول فاعل يتوفر على المقومات التقنية والتدبيرية التي من شأنها ضمان ولوجهم بشكل أفضل للسوق مع تمكينهم من تحسين إنتاجيتهم. وبالمناسبة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بجولة داخل الوحدة النموذجية المتخصصة في تسمين العجول التابعة للتعاون الفلاحي كوباك، حيث قدمت لجلالة الملك حفظه الله شروحات حول مختلف مكونات هذه الوحدة التي تطلب إنجازها غلافا ماليا إجماليا بلغ 54 مليون درهم. وتعتمد هذه الوحدة التي تضم 1000 من مربي الماشية على استعمال تقنيات حديثة للتسمين، وتهدف إلى تحسين إنتاج العجول وضمان جودة المنتوج، وكذا القيام بعملية التتبع بدءا من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة الاستهلاك. وتتكون الوحدة التي تمتد على مساحة 24 هكتارا من مراعي ومقصورات للتسمين ومخازن للأعلاف وورشة للميكانيك وعدة مرافق إدارية وتقنية. وتوفر هذه الوحدة 50 منصب شغل قار بالإضافة إلى 30 منصبا موسميا، ويبلغ العدد الحالي للعجول بهذه الوحدة 3500 رأس، ويرتقب أن يرتفع العدد عند السنة الثالثة للتجميع 12,000 رأس من أجود السلالات. وتتوفر هذه الوحدة على 10 مخازن للأعلاف وخزانات للسلوجة بسعة تتراوح ما بين 9,000 طن و4,000 طن. كما تتوفر الوحدة على مراعي مسيجة على طول 100,000 متر مربع. وتعتمد الوحدة نظاما عصريا متطورا للتسمين بالاعتماد على تقنيات حديثة تضمن جودة اللحوم المنتجة. وحدات إنتاجية فلاحية عصرية توازي مثيلاتها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تجسيد حي للتطور الكبير الذي حققته الفلاحة المغربية التي تعتبر أحد محركات التنمية الاقتصادية الوطنية لتأثيرها القوي في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام وخلق المزيد من فرص العمل وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر. هي قطاع استراتيجي يحظى بالأولوية ضمن المبادرات الملكية حتى يساهم بفاعلية في التنمية المستدامة. مركب صناعي فلاحي اللي قام بزيارة ديالو صاحب الجلالة اليوم هو مركب جد مهم للفلاحة، لأن كيجي للتثمين ديال المواد الفلاحية. فالفلاحة كتعرفوا بأنه كتمشي للسوق الداخلية وكتمشي كذلك للسوق الخارجية، وكذلك واحد الطفية اللي خصو يتمن ويتم التحويل ديالو عبر الصناعات الغذائية. فكيظهر لي بأن اليوم هاد الزيارة لها أهميتها، لأنه كاين واحد البرامج ديال الاستثمار اللي هي جد مهمة اللي بدات في 2009 و2010 واللي باقي غادي يزيد على السنوات المقبله ان شاء الله. وهذا يعني الوحده عندها واحد لا بارتيكولاريتي انها كتجمع بين الدعامات بجوج، لان الدعامه الاولى اللي هي دعامه ديال فلاحه يعني عصريه، وكنشوفوا يعني المصنع بانه عصري وبانه كاين المنتوج اللي هو عصري، ولكن هي مدعمه بالفلاحه يعني بالدعامه الثانيه اللي فيها الفلاحه الصغار اللي هما 12,500 ديال الفلاح اللي كيعطيو المنتوج ديالهم باش يتحول، واللي زعما هاد الفلاحه هما اللي خلاو انه هاد الوحده تكون موجوده اليوم في السوق. فالحمد لله انه زيارة ديال صاحب الجلالة ويعني وهذا الاستثمار اللي كيقوموا به الإخوان، وكاين وحدات أخرى اللي هي جد مهمة وذات مستوى عالي كذلك في بعض المناطق أخرى، واللي تكون مناسبات إن شاء الله حتى هي باش تبين الاستثمارات ديالها. واليوم اللي يمكننا نقولوا بأنه الحمد لله أنه يعني كاين استثمار في الميدان الفلاحي، لأنه يعني الفلاحة هي جذابة من ناحية الاستثمار، والاستثمار هو في قلب مخطط المغرب الأخضر.
بضواحي تارودانت وبالجماعة القروية سيدي دحمان تمتد هذه الوحدة على مساحة 24 هكتارا، وهي واحدة من الفضاءات المماثلة. مجموع مساحتها 9500 هكتار مخصصة لتطوير إنتاج اللحوم الحمراء وكذا دعم الفلاحين للرفع من إنتاجهم من مادة الحليب. فإلى هذه الوحدة الصناعية القريبة يتم نقل الحليب المجمع من 12500 فلاح. التعاونية كتأمل لهاد الناس تموين بالمواد المستعملة في الفلاحة كالأسمدة والأدوية والبذور والأعلاف، الماشية ديال الإنتاج، وكذلك جميع المسائل اللي كتدخل في الإنتاج الفلاحي. ثم كتأمل لهم كذلك التأطير التقني والإرشاد، حيث عندنا مصلحة تقنية مختصة في الإنتاج الحيواني ومصلحة تقنية مختصة في الإنتاج النباتي. 205,000 طن سنويا من الحليب يتم إنتاجه بهذه الوحدة التي تعتبر من بين أهم مزود السوق الوطني بهذه المادة الغذائية الأساسية. بلوغ هذا المستوى من الإنتاج جاء بفضل اعتماد طرق وتقنيات حديثة. بالنسبة للقطاع الحليب، التعاونية ديال كوبا عرفت واحد التطور كبير. دابا إن شاء الله مستقبلا غتمشي من 25 حتى 30% ديال الحاجيات ديال الأسواق المغربية الوطنية اللي تتفرق في عدد من النقاط وتتشمل من طنجة إلى الداخلة. ولمصايرة متطلبات المستهلكين بتنويع أشكال المنتوجات المستخلصة من الحليب، توفر الوحدة أيضا أنواعا أخرى من المنتوجات المشتقة من الحليب أو المعتمدة عليه في الإنتاج. هذا التطور من حيث المستوى الكمي والنوع ينتظر أن يزيد من حضور هذه التعاونية في السوق الوطنية والمساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب. هذه واحدة من محطات تعبئة وتلفيف الحوامض المتواجدة بمنطقة سوس مسة، إلا أنها تعتبر من أكثرها تطورا من حيث الإنتاج ومصايرة متطلبات السوق خاصة الخارجي، فهي تصدر 50,000 طن سنويا إلى الخارج و10,000 طن سنويا يتم ترويجه في الأسواق المحلية. هاد الجودة تاع المنتوجات مكنت التعاونية من توسيع الأسواق ديالها. فبالنسبة للحوامض يتم تصدير 50,000 طن سنويا إلى جهات مختلفة من العالم، ولقد واكب توسيع وتنويع الأسواق مجهود كبير في الاستثمارات بلغ في العشر سنوات الأخيرة ما يفوق مليار درهم، خصصت لإنجاز بنية تحتية قوية واقتناء تكنولوجيا جد متقدمة. وفرة الإنتاج من الحوامض الذي تحصل عليه التعاونية بفضل توفرها على 5,900 هكتار من الأراضي المنتجة للحوامض ساعدها أيضا على إنتاج عصير الفواكه، فاعتمادها على التقنيات الحديثة مكنها من مضاعفة الإنتاج وتنويعه ليصل إلى 20,000 طن سنويا. هاد التجمعات هي اللي غادي تسهل العملية أولا ديال التسويق ديال هاد المنتوج على الصعيد الوطني، وكذلك إيجاد منافذ لتصدير هاد المادة، وبالأخص إلا عرفنا بأنه 60% ديال المنتوج ديال المنطقة ديال سوس مسة فهو موجه للتصدير. بفضل تعاون مجموعة من الفلاحين وفق إطار يوحدهم ويدفعهم لإنتاج الحوامض وإعادة تصنيعه ليكون في مستوى التسويق، عرفت هذه التعاونية تطورا ليس فقط على مستوى منطقة سوس مسة بل على المستوى الوطني. فشساعة المناطق التي يتم فيها توزيع منتوجات التعاونية جعلها تتوفر على شبكة هامة من وسائل النقل المتوفرة على مختلف المستلزمات للحفاظ على المنتوج.